يعني دورك راح يكون انت راح تكون من الاشخاص المتضررين. اوكي، الهدف تبعك هلا اللي بدك تعمله انك متاثر وبدك تشتكي لهم، تحكي لهم انه احنا ما عندنا اكل، ما عندنا معدن، ما عندنا ملابس، ما عندنا مي، ما عندنا هاي الشغلات بدك تعطيهم اياها. كذا ممكن بدك يعني هم بيجون فريق ولا فريق تحكي بطريقه انا واحد اكلها ولا عندي ناس في ناس راح معك هاي، بس هم بيتكلموا واحد بيتكلم على حسب هم بيتكلموا يكلمونك ولا هاي ترد عليهم. بس عنف وشيء ولا لمسه هاي هذا حكي نهائي الدور. لا او ما في امار بنوديهم او شركه تسجيل بنسجل عليهم ونشكر عليها الوحده الصحيه عندنا في المستشفى الميداني، بنشكر عليهم كامراض اوليه كتسجيل، اما الامراض كوابات عند المستشفى الميداني لازم احنا نوديهم بنفسنا، ما نقدر احنا نشيك بادوات يعني. عندك مال هايجين؟ جبت شيء مال هايجين؟ كل شيء موجود عند التسجيل. لا 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 احنا نتعامل معهم. بدنا على اساس انه انتم المتضررين راح تتوزعوا بالمناطق على اساس انه انتم محتاجين شيء. بيحكي انه انا ما انت بتحكي هلا يجي فريق لعندك هون، انت تحكي انا ما في اكل، انا ما في بيت، انا هون عايش، انا هذا سكن وهذا بيت، اوكي انا بدي اكل، بدي اكل، بدي 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 ما بدي بدي كله بدي هون بدي اكل بس. اوكي انتوا نفس الشيء راح يكون دوركم انه انت مصدر الرزق تبعك اللي هو القارب هذا اللي بتروح فيه صيد، والقارب تبعك مكسر خربان، وانت حاليا ما في عندك بيت، ما بتقدر تجيب دخل لعائلتك، انك انتوا هون هلا حاليا انه انتوا يعني وضعكم متضرر، قول هذا القارب الي وهذا القارب هلا خربان مكسور وما عم بقدر اجيب انا. احنا الان وصلنا بلاغ على اساس انه في ناس هنا لاجئين من زلزال عام 2014، احنا بنتوجه نتفقد الناس ونشوف حالتهم، اذا الحاله تسمح لهم بانهم يقعدون في هالمكان او نوديهم لمكان ثاني. شكرا جزيلا. تناكر المي الان لنشوف اذا فيها مي ولا لا، حتى نقيم طبيعه المي اللي موجود فيها، هل هي صالحه ام غير صالحه. ما عندنا ملابس، الغارب اللي كنا مصدر الرزق خرب وما قدرنا نصلحه. ايش محتاجين؟ حتى الغارب اللي مصدر رزقنا عيالي وزوجتي ما عندنا اكل، نبي اكل. انتوا جايين تساعدونا ولا لا؟ اي جايين نساعدكم، احنا نبي مساعداتكم. الناس ماتت من ما عندهم اكل، ما عندهم مي، ان شاء الله ما عندنا سكن، ان شاء الله احنا خلينا الحين نساعدكم ونشوف احتياجاتكم ان شاء الله. هل تعرف ايش اللي نقدر عليه نساعدكم فيه ان شاء الله اموركم طيبه. تعرف عددكم كم؟ تعرفت اول شيء على اسمك الكريم اخوي؟ انا اسمي عبد الخالق سعدي. والنعم والنعم، من وين جيت حضرتك؟ انت نازح من المكان؟ احنا نازحين من الزلزال اللي ضربنا. كم صار لكم الحين هنا في المكان؟ صارنا اسبوعين ما عندنا اكل، ما عندنا، ما حصلنا مي، بس بنطلع المي. اكل عيالنا بالعوزين ما يقدرون حتى يقومون، ما عندهم اكل، ما عندهم مي، ملابس ما عندهم. هل يوجد اصابات بحاجه الى علاج؟ احنا نبي اكل، ما عندنا اصابات. طيب اخي باذن الله ان شاء الله نمن لكم الاكل والمشروب، ولكن في حاجات تحتاج طبيه؟ لا ما، الحمد لله كلنا بخير. بس الحمد لله الحمد لله. نبي مصدر رزق باذن الله تعالى. باذن الله تعالى ابشر ابشر بالخير ان شاء الله. ابشر ان شاء الله. احنا الحين فرقه موجوده معاك ان شاء الله، ايدنا في ايدكم، بنشوف ايش احتياجاتكم، نقدر نساعدكم فيه، واحنا حاضرين ان شاء الله باللي نقدر فيه ان شاء الله، ما مقصرين معاكم. بس حابين نعرف اول شيء معاك اسرتك، قلت ذكرت في عندك عيال وكذا، انت افراد اسرتك كم شخص؟ انا خمسه. ما شاء الله خمسه. كم كبار وكم صغار؟ ثلاثه كبار واثنين صغار. ثلاثه كبار واثنين صغار.
عندك فكرة كم صار لكم هنا؟ أسبوعين صار لكم. أسبوعين ما حصلنا حتى ناكل، ما حصلنا نشرب. ما أكلتوا ولا شيء؟ ما شربتوا شيء؟ أحد شيء الضريق. في أحد. إيه في ناس ضريقين. موجودين. إيه؟ تقدر تساعدنا نشوف الأماكن معانا تدلنا عليهم وتتعرفهم؟ إن شاء الله. إن شاء الله. اللي ربنا يقدرنا عليه. أجينا ناس يقولون يساعدون وما ساعدون. ان شاء الله باللي ربنا يقدرنا عليه باذن الله نساعدكم اذا قدرنا. بس لو سمحت كم تقريبا الناس المتضررين؟ يعني ممكن نتكلم كم؟ انا ما ادري صراحه. ان شاء الله. ان شاء الله. ابشر بالخير. ابشر. انت تعرف الناس اللي موجودين في المنطقه؟ انت متعور شيء؟ لا ان شاء الله. كلام عربي مضبوط؟ انجلش؟ انجلش شوي شوي. زين متى يجي انت هني؟ انا اسرائيلي. انت في 10 ايام. انت من وين يجي؟ انا كم نفر انت في موجود هنا؟ هذه زلزال يجي بيت كسر؟ انت اثنين نفر؟ اثنين. شو اللي تعرفه عن هذول الاثنين؟ هذول مساكين ضربهم من الناس اللي ضربهم الزلزال. ما عندهم اكل، ما عندهم شرب، ما لهم شرب ولا لهم جو، على اساس انه في احد يساعدهم ما حصلوا احد يساعدهم. في مريض رجع ولا اكل؟ ديزيز. وين ديزيز؟ فيفر. الحجي. دايريا. تموت وين؟ سمك؟ بعد وين؟ وانت شنو مريض؟ شيء. I will give you medicine. No problem with medicine. What do you feel? Dizzy? No, no good day. House. Huh? No good house. I am poor family. Yeah, okay. But I ask you about medicine. What do you want from medicine? What do you have? Stomach? Heading? Okay. Sit down. Down here. انزل معه. يقول ان في عنده امراض، عنده بطن عوره وراسه يدور، وان في يرجع بعد هاشم. وبنشوف لنا واحد يقدر يتكلم على نفس لغته عشان نعرف وش اللي فيه بالضبط. نبي نشوف واحد يقدر يتكلم نفس لغته. احنا ما جينا هنا الا عشان نساعدكم، بس هذا معروف كاجراء احتياطي لاي مكان جديد ندخله عشان نضمن سلامتنا ونضمن بعدها سلامتكم، عشان احنا نقدر نضمن سلامتنا عشان نقدر نقدم لكم المساعده. لو احنا ما ضمننا سلامتنا ما نقدر نساعدكم. اخوي ممكن اكلم واحد حر؟ ما انا ما احب اكلم رجال اصلا. والله اليوم بالنسبه لليوم احنا فريق تقييم. زين انت يا رب الاسره امك. اوكي زين، انا بكلمك الحين واي شيء تكلمه توصله للوالده. زين الحين ايش اللي ناقصكم؟ وش اللي صار اصلا من بعد الزلزال؟ وش اللي صار؟ يقدم لكم شيء مثل ويش؟ اكل ومي. الحمد لله على الله على روح البحر. يوم تصير عاصفة يومين ثلاثة أربعة خمس أيام لا ناكل لا نصطاد. نظلنا على الحمد لله والشكر. حالة يغني عن سؤال، يعني أنت براك شايف الحالة. كم عددكم؟ كم عدد الأسرة؟ أفراد الأسرة؟ اثنين. أبونا رب الأسرة أبونا مات، والحمد لله على الله وعلى المنظمات. بعد الحمد لله والشكر لله. الله يرحمه إن شاء الله ويغمد روحه على الجنة. بالنسبة كأمراض أو أمراض، حاس فيكم حد يحس فيها بأي مرض كبطنة أو راسي عورة أو ترجيع؟ أمي هذه عندها سكر. فيني حبة السكر الحمد لله. يوم شهر الأقل هو شهر ما ألاقي، والحمد لله سجل عندنا في تمارين بالسكر.
اي علاج اي مرض ثاني غير السكر عندكم؟ على شر علينا الحمد لله. ما تشوفون شر ان شاء الله. واحنا جايين نقيم ونشوف المكان عشان نحاول نساعدكم باللي نقدر عليه بالامكانيات اللي عندنا. كل يوم نسمع هذا الحجم، كل يوم كذا يجونا ناس يقولون احنا نسوي حنعمل ما نشوف شيء. الحمد لله. ان شاء الله ان شاء الله احنا امكانياتنا كبيره وان شاء الله احنا نقدر نساعدكم احسن من اللي قبلكم. ان شاء الله. زين في حد غيركم موجود في المكان؟ زين انا تعرفت على الناس اللي جنبكم وعلى جيرانكم اللي قدامكم، في بعد غيركم ناس؟ وايد ناس جيراننا في ولدان في وايد، كانوا 20 عائله نحن الحمد لله. خلاص مو مشكله، نشوف اللي خابرنا هو واحد نخليه هو دليل. بعد المسح الاولي احنا خرجنا من المعسكر الساعه 3:17 دقيقه، وصلنا في الساعه 3:30. اول ما دخلنا لقينا في وجهنا هالبيت كان في موجود رجال كان بحاجه الى غداء، حاجه الى مسكن، كان يعني وصف لنا حالته انه تعرض للزلزال وفقد منه وسيله الرزق من الزلزال وفقد بيته وافراد من عائلته. تفاهمنا مع عبد الرزاق تفاهمنا مع عبد الخالق وخليناه دليل لنا يدلنا على البيوت الثانيه على اساس ان يعني استأذننا نكلم الناس عشان نعرف حالتهم ونعرف الاشياء اللي محتاجين لها. تكلمنا مع شخصين ثانيين كانوا محتاجين الى منزل لان ليس لديهم منزل. بعد كانوا حاسين بامراض بس امراض طبيعيه ليست وبائيه. عبد الخالق مره ثانيه ساعدنا وخلانا نتعرف على عائله اخرى. كانت العائله متعدده من ولد وامه، الام تعاني من مرض السكر، الولد او جميع افراد المنطقه النازحين فقد الحياه. جميع المطالب الموجوده في هالمكان تتمثل بغداء او غداء، وسيله رزق، مسكن، يعني المطالب الاساسيه للعيش حياه كريمه ممكن اصلاحها. اي وبعض البيوت لا تصلح للسكن نهائيا. الطراد يوجد طراد يمكن اصلاحه، طراد من الممكن اصلاحه لتوفير الرزق لهم. نحاول نصلحه ان شاء الله. بالنسبة للمرض عندكم ملاحظات؟ العديد من الأمراض موجودة، منها أمراض عادية، أمراض عادية، لا توجد أوبئة.